زعماء من 68 دولة اجتمعوا هذا الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن في اجتماع التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب والذي نظمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترحب المملكة العربية السعودية اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسط ودعمها لأصدقاء أمريكا الذين يقاتلون ضد الإرهاب عبر الحدود الوطنية مثل داعش والذين يردون على التدخل الإيراني في الدول مثل اليمن. فكما يقول الأمريكيون: ستجدني سندا لك. والدعم الأمريكي لا غنى عنه خاصة عندما نقف معا ضد فئات تهدد أو مجموعات تهدد الاستقرار الأقليمي. وخلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية والخطة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية في بلدنا في البيت الأبيض مؤخرا، أعرب الرئيس ترامب عن تأييده وحماسه عن حملة التحديث التي ستجعل من المملكة شريكا استراتيجيا ذو قيمة أعلى مما سبق. وبالمثل فإن حكومتنا ترحب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدائم طويل الأمد لقوات الدفاع السعودية، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة حازمة تجاه التهديد الإيراني على استقرار المنطقة والذي يتضخم خاصة بعد الاتفاق النووي الأخير بين إيران وست قوى عالمية بما فيها الولايات المتحدة. وزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وصفوا إيران بأنها أكبر دولة رعية للإرهاب في العالم، بينما وصف نائب الرئيس مايك بينس الاتفاق النووي بالصفقة الرهيبية. المملكة العربية السعودية على استعداد للعمل والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها للحد من السلوك الإيراني تجاه المنطقة. وفي حين أن الشراكة الأمريكية السعودية تخضع لاختبار زمني، إلا أنها عادت لتؤكد أن هذه العلاقة والشراكة مبنية على أسس استراتيجية وليس أسس مشاعرية. وعلى الصعيد المالي تعمل المملكة العربية السعودية بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وإغلاق تدفق الأموال من البنوك الغربية للمتطرفين في الشرق الأوسط من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي. كما اتخذنا خطوات قوية لوقف الشحنات غير المأذون بها من المعدات العسكرية من مغادرة المملكة العربية السعودية ومنع الناس من عبور حدودنا للانضمام إلى داعش في العراق أو سوريا. في الوقت نفسه تقوم المملكة العربية السعودية بحشد العالم الإسلامي ضد التهديد المتطرف لديننا. وفي ظل القيادة السعودية يقوم التحالف الإسلامي الذي يضم 41 دولة بتجهيز بلادنا لمحاربة المتطرفين العنيفين من خلال تدريب قوات الأمن لدينا وتبادل المعلومات والاستخبارات. لكن المنطقة العربية تواجه تهديدات عديدة ليست منحصرة على الجماعات المسلحة الغير حكومية ولا على الوعظ الراديكالي، وإنما ينضم للقائمة إجراء تجارب الصواريخ الباليستية في الشهر الماضي والتدخل في اليمن ولبنان وسوريا والعراق وشبه جزيرة سيناء وحتى دول الخليج. فإن إيران تعرقل استقرار منطقتنا، والأكثر إثارة للقلق أن إيران تتقاسم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مع ميليشيا الحوثيين المتطرفة في اليمن ومجموعات مماثلة في بلدان أخرى، مما يعرقل أمن المنطقة بأسرها. في اليمن والتي تبعد عن حدود المملكة ب1100 ميل، تدعم وتسلح إيران ميليشيا الحوثيين وتدعم حركة حزب الله الإرهابية التي تزعزع استقرار لبنان، وتجعل إيران مع الوقت اليمن غير قابل للحكم. وفي هذا الإطار يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية، حيث أطلقوا أكثر من 40,000 قذيفة هاون وصاروخ وقذائف أخرى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 375 مدنيا وإغلاق أكثر من 500 مدرسة وتهجير أكثر من 17,000 شخص من 24 قرية. ونحن نعمل اليوم مع الولايات المتحدة وحلفائها على هزيمة تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والتطرف والتوسع الذي ترعاه إيران. إننا نقف جنبا إلى جنب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشرق الأوسط وجعلها تتبوأ مكانها في عالم يسوده السلام والازدهار.